السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین کرام، آج ہم انشاء اللہ تعالی سورة الفیل کی تلاوت کریں گے، تو آئیے تلاوت قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ابھی اسی صورت کو ہم روانگی کے ساتھ پڑھیں گے، تو آئیے پڑھتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ابھی اسی صورت کو ہم لہجے کے ساتھ پڑھیں گے، تو آئیے لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.